بسم الله. إنجاز الامتحان موحد رقم 5 لمستوى السنة الثالثة إعدادي، دورة يناير، الموسم الدراسي 2015-2016. الحصة الأولى، يلا نشوفوا الامتحان الموحد. التمرين الأول هو هذا، واحسب وبسط الأعداد التالية. هذا الامتحان تتكون فيه الإجابة في الورقة نفسها، تخلو فراغات باش تملأ ذلك الفراغ. هذا هو التمرين الأول، فيه تبسيط 3 كتابات A و B و C. ثم التمرين الثاني فيه النشر والتبسيط، ثم التمرين الثالث أو السؤال الثالث. دروك نمشيو للتمرين الثاني، فيه 3 أسئلة، السؤال الأول والسؤال الثاني والسؤال الثالث. هنا بطبيعة الحال تنوريك جميع الأسئلة اللي في الاختبار الموحد، غادي عاد نرجعو نجزو التمرين الأول والثاني كيف عملنا بالنسبة للاختبارات السابقة. هذا هو التمرين الثالث، نشوفو التمرين الرابع هو هذا. ثم التمرين الخامس والأخير، صافي هذه الأسئلة اللي كاينة في هذا الاختبار الموحد. دروكا غادي نرجعو باش نجزو معا في هذه الحصة تمرين رقم 1 ورقم 2. إذن شوف معايا التمرين رقم 1 أو التمرين الأول، هاي الأسئلة ديالو. يلا حاول تسجل الأسئلة إذا شئت. نعود نوريك A و B و C، ثم السؤال الثاني اللي فيه النشر والتبسيط هو استنتاج تلك القيمة. عاد السؤال الثالث، هادشي اللي عندنا في التمرين الأول. يلا نصحو السؤال الأول اللي فيه هاد الأعداد الثلاث A و B و C، نقوم بتبسيطها. التمرين الأول لنبسط أو لنحسب ونبسط ميل، نبدأ بالقيمة أ. جذر ربع 2 في جذر ربع 8 يساوي ماذا؟ نعم يساوي جذر ربع 2 في 8. جذر ربع أ في جذر ربع ب يساوي جذر ربع أ في ب. أي جذر ربع ماذا؟ نعم جذر ربع 16. وما هو جذر ربع 16؟ فعلا يساوي 4. طرفين نمر ب تساوي، أو القيمة ب تساوي جذر ربع 18 زائد جذر ربع 72 ناقص 2 جذر ربع 32. يلا ما هي الخطوة التالية؟ فعلا سنقوم بتبسيط هذه الجذور المربعة. يلا ما هو تبسيط جذر ربع 18؟ فعلا هو 3 جذر ربع 2. تابع، ما هو تبسيط جذر ربع 72؟ اعطيني افضل تبسيط.
نعم، كما تعلم 72 هو 36 في 2، إذن جذر 4 72 يساوي ماذا؟ فعلا تساوي 6 جذر 4 2، متفقين؟ حتى إذا قلت جذر 4 72 يساوي كما تعلم 72 هو 9 في 8 وجذر 4 9 هو 3، إذن غتعطيك 3 جذر 4 8. 3 جذر 4 8 خصها تبسط مرة أخرى لأن جذر 4 8 قابل للتبسيط، متفقين؟ وستجد في النهاية 6 جذر 4 2. يلا، ما هو تبسيط جذر 4 32؟ نعم، جذر 4 32 تبسيطه هو 4 جذر 4 2، و4 جذر 4 2 اللي ضربناها في 2 تعطينا 8، إذا ناقص 8 جذر 4 2. كما تعلم 32 تساوي 16 في 2، إذا كما ترى هنا جذر 4 2 يمثل ماذا بالنسبة لهذه الأعداد؟ فعلا عامل مشترك. يلا سنحسب الآن فقط 3 زائد 6 ناقص 8، أما جذر 4 2 فقلنا عامل مشترك. يلا 3 زائد 6 يساوي كم؟ فعلا 9، و9 ناقص 8 تساوي ماذا؟ نعم تساوي 1، 1 جذر 4 2 أو جذر 4 2، تقي نواصل. سي تساوي 5 أس ناقص 7 في 2 أس ناقص 7 على 10 أس 4 في 10 أس ناقص 2 الكل أس 3. انظر معي إلى البسط، عندنا هنا جداء ماذا؟ نعم عندنا جداء قوتين لهما نفس الأس، جداءهما هو قوة كما تعلم، أساسها هو ماذا؟ نعم أساسها هو جداء الأساسين، وأسها نعم هو نفس الأس. أعيد، جداء قوتين لهما نفس الأس هو قوة، أساسها هو جداء الأساسين، وأسها هو نفس الأس. هنا عندنا قوة قوة، 10 أس ناقص 2 الكل أس 3 يساوي ماذا؟ نعم يساوي 10 أس ناقص 2 في 3 أي ناقص 6، متفقين؟ نواصل. خمسة في 2 فعلا 10 الكل أس ناقص 7. انظر معي إلى المقام، هنا عندنا جدا قوتين لهما ماذا؟ فعلا لهما نفس الأساس اللي هو 10، ها هو جداهما وقوة أساسها هو نفس الأساس وأسها هو نعم هو مجموع الأسين 10 زائد أو 4 زائد ناقص 6، 4 زائد ناقص 6 هي القيمة ناقص 2، يعني لا داعي لكتابة 4 زائد ناقص 6 بل سنعطي النتيجة مباشرة كما تراها الآن. 10 أس ناقص 7 على 10 أس ناقص 2، عندنا هنا خارج قوتين لهما ماذا؟ نعم خارج قوتين لهما نفس الأساس، خارجهما هو قوة أساسها هو ماذا؟ نعم أساسها هو نفس الأساس، وأسها نعم أسها هو فرق الأسين، أس البسط ناقص أس المقام، أي 10 أس ماذا؟ نعم 10 أس ناقص 5، متفقين؟ نواصل. السؤال الثاني، انشر وبسط 3 زائد جذر 4 7 الكل أس 2 ثم استنتج تبسيطا لهذه الكتابة. نشوف الجواب. ثانيا، لننشر ونبسط 3 زائد جذر 4 7 الكل أس 2. في ماذا تذكرك هذه الكتابة؟ 3 زائد جذر 4 7 الكل أس 2. فعلا تذكرنا بالمتطابقة الهامة الأولى، ما هي؟
نعم A زائد B الكل أس 2 والتي تساوي ماذا؟ نعم A أس 2 زائد 2 AB زائد B أس 2. ما هو العنصر الذي لعب دور A؟ فعلا هو العدد 3، والعنصر الذي لعب دور B صحيح هو العدد جذر مربع 7، أي 3 أس 2 زائد 2 في 3 في جذر مربع 7 زائد جذر مربع 7 أس 2 أي 6، أعتذر 9، 3 أس 2 تساوي 9، 3 في 3 تساوي 9 زائد 6 جذر مربع 7 زائد 7 يساوي 9 زائد 7 فعلا 16 زائد 6 جذر مربع 7. الآن نبسط الكتابة التالية، لنستنتج جذر مربع 16 زائد 6 جذر مربع 7 ناقص جذر مربع 28. 2 جذر مربع 16 زائد 6 جذر مربع 7 ناقص جذر مربع 28 تساوي، لاحظ معي ما بداخل الجذر المربع الكبير اللي عندنا، عندنا 16 زائد 6 جذر مربع 7، وسبق وأن تعاملنا معها أو وجدناها في المثال السابق، ها هي انظر إليها، ها هي كاينة هنا 16 زائد 6 جذر مربع 7، أنا غادي نلونها لك باش تشوفها مزيان، هاد الكتابة اللي عندنا هنا هي هذه اللي عندنا، تقل، وهاد الكتابة هذه 16 زائد 6 جذر مربع 7 هي 3 زائد جذر مربع 7 الكل أس 2. يلا في رأيك ما العمل؟ ما هي الخطوة التالية؟ فعلا سنعوض 16 زائد 6 جذر مربع 7 ب 3 زائد جذر مربع 7 الكل أس 2 تقن ناقص جذر مربع 28. وما هو تبسيط جذر مربع 28؟ نعم هو 2 جذر مربع 7 يساوي، كما تعلم جيدا أن التربيع إذا التقى مع الجذر المربع ماذا يحصل؟ نعم يحدثا معا، التربيع يزيل الجذر المربع، أو إذا التقى الأس 2 مع الجذر المربع يحدثا معا، فتبقى لنا فقط ماذا؟ 2 في بين قوسين 3 زائد جذر المربع 7 ناقص 2 جذر المربع 7 ننشر 2 في 3 6 و 2 في جذر المربع 7 هي 2 جذر مربع 7 ثم ناقص 2 جذر مربع 7 واضح؟ ثم نزيل 2 جذر مربع 7 وناقص 2 جذر مربع 7 فماذا يبقى لنا؟ نعم يبقى لنا العدد 6. متفقين؟ نواصل السؤال الموالي، احذف الجذر المربع من مقامي العددين 3 على جذر مربع 2 و 1 على 5 زائد 2 جذر مربع 6. نشوفوا الجواب، لنحذف الجذر المربع من مقام كل من، ثم نبدأ ثلاثة على جذر مربع 2 تساوي، يلا بعد إزالة الجذر المربع من المقام تساوي ماذا؟ تساوي ثلاثة جذر مربع 2 على 2. عندنا قاعدة حول هذا الشأن، هاهي نذكرك بها، واحد على جذر مربع x تساوي ماذا؟ تساوي جذر مربع x على x، معروف هذه القاعدة، متفقين؟ إذا لبدنا واحد بأ مثلا بعدد أ على جذر مربع x تساوي أ جذر مربع x على x،
بحكي عندنا هنا في المثال 3 على جذر 4 2 هي 3 جذر 4 2 على 2. متفقين؟ نواصل، نمشيو للمثال الثاني. المثال الثاني هو 1 على 5 زائد 2 جذر 4 6. 2 جذر 4 6. يلا ما العمل هنا؟ نعم سنضرب البسط والمقام في ماذا؟ نعم في مرافق المقام. وما هو مرافق 5 زائد 2 جذر 4 6؟ فعلا هو العدد 5 ناقص 2 جذر 4 6. هكذا إذا سنكتب في المقام 5 زائد 2 جذر 4 6 عامل لخمسة ناقص 2 جذر 4 6. إذا كما ترى ضربنا البسط والمقام في نفس العدد هو هذا. شتي؟ واحد في بين قوسين 5 ناقص 2 جذر 4 6 يساوي العدد نفسه اللي هو 5 ناقص 2 جذر 4 6. وفي المقام بطبيعة الحال كما تعلم نحصل دائما على المتطابقة الهامة الثالثة، كلما ضربنا البسط والمقام في مرافق المقام نحصل على المتطابقة الهامة الثالثة. ما هي؟ نعم أ زائد ب عامل لـ أ ناقص ب تساوي ماذا؟ نعم تساوي أ أس 2، هي أ أس 2 ناقص ب أس 2. هكذا 2 جذر 4 6 الكل أس 2 يساوي 5 ناقص 2 جذر 4 6 على ماذا؟ نعم على 25 ناقص كم؟ نعم ناقص 24. 2 جذر 4 6 الكل أس 2 هي 4 في 6 أي 24. إذن تساوي 5 ناقص 2 جذر 4 6 على كم؟ على 1. أي أخيرا تساوي 5 ناقص 2 جذر 4 6. نمشيو الآن للتمرين الثاني. هذه هي الأسئلة ديال التمرين الثاني. نعتبر التعبيرين أ، ها هو التعبير أ هو 2 إكس أس 2 زائد 7 إكس ناقص 4، والتعبير ب يساوي 2 إكس زائد 5 الكل أس 2 ناقص 36. السؤال الأول عمل ب، هنا غنبداو بتعميل القيمة ب. ثانيا بين أن ب ناقص 2 أ تساوي 3 عامل لـ 2 إكس ناقص 1. السؤال الثالث استنتج تعميلا للعدد أ. هادشي اللي كاين. إذا هذه هي الأسئلة التي لدينا في التمرين الثاني التي تظهر هنا في الصورة. نبداو الآن بتعميل القيمة ب. متفقين؟ يلا. أولا لنعمل ب. ب تساوي 2 إكس زائد 5 الكل أس 2 ناقص 36. يلا هنا سوف نهيئ لاستعمال إحدى المتطابقات الهامة التي نعرف جيدا في الدرس. ترى كيف؟ نعم الفكرة بسيطة، سنعوض 36 بقوة اللي هي ماذا؟ نعم اللي هي 6 أس 2. إذن سنترك 2 إكس زائد 5 الكل أس 2 كما هي، ثم نعوض 36 ب 6 أس 2. إذا ناقص 36 تساوي ناقص 6 أس 2. يلا في ماذا تذكرك الكتابة؟ صحيح بالمتطابقة الهامة الثالثة. نعم ذكرنا بها. نعم أ أس 2 ناقص ب أس 2 تساوي ماذا؟ نعم تساوي أ زائد ب عامل لأ ناقص ب. ما هو العنصر الذي لعب دور أ؟ فعلا هو 2 إكس زائد 5، هذا هو العنصر الذي لعب دور أ. والعنصر الذي لعب دور ب نعم هو العدد 6. إذا يساوي
A هو A زائد B هو B عامل لـ A هو A ناقص B هكذا. A زائد B عامل لـ A ناقص B يساوي 2x. 5 زائد 6 يساوي كم؟ فعلا 11 عامل لاثنان اكس. 5 ناقص 6 تساوي ناقص 1 وانتهى. متفقين؟ نمشيو للسؤال الثاني. ثانيا لنبين ان ب ناقص 2 ا تساوي 3 عامل ل 2 اكس ناقص 1. ب ناقص 2 ا تساوي ب عندنا هي 2 اكس زائد 11 عامل ل 2 اكس ناقص 1 ناقص 2 ا اي ناقص 2 في بين قوسين، ثم نعوض ا بقيمتها. ا هي اكس اس 2 زائد 7 اكس ناقص 4 طبقا. ثم ننشر ونبسط. 2 اكس في 2 اكس تساوي 4 اكس اس 2. 2 اكس في ناقص 1 تساوي ناقص 2 اكس. دروك غتنقومو بعملية النشر بشكل عادي. 2 اكس في 2 اكس هي 4 اكس اس 2. 2 اكس في ناقص 1 اي ناقص 2 اكس. ثم 11 في ماذا؟ في 2 اكس اي كم؟ اي 22 اكس. هي زائد 22 اكس. ثم 11 في ناقص 1 هي ناقص 11. ثم اعتذر هنا، هنا عندنا 2 اكس اس 2 ماشي اكس اس 2. ا غادي نمحي هذا الجزء. 2 اكس اس 2 زائد 7 اكس ناقص 4. هذه هي القيمة ا، هذه هي القيمة ا. نسيت 2. دروك نواصل عملية النشر. إذا أعيد، 2 اكس في 2 اكس هي 4 اكس اس 2. 2 اكس في ناقص 1 أي ناقص 2 اكس. 11 في 2 اكس هي 22 اكس. و 11 في ناقص 1، 11 في ناقص 1 هي ناقص 11. ناقص 2 في 2 اكس اس 2 تساوي ماذا؟ نعم تساوي ناقص 4 اكس اس 2. ثم ناقص 2 في 7 اكس هي ناقص 14 اكس. ثم ناقص 2 في ناقص 4 تساوي زائد 8. ناقص مع ناقص تعطينا زائد. رد البال لعمليات النشر انه اي خطأ في أي مرحلة من المراحل سوف لن يعطينا النتيجة التي نريد. لاحظ هناك عددين متقابلين، أو ما غنتخلصو منو، 4 إكس أس 2 مع ناقص 4 إكس أس 2. متفقين؟ متبقالنا ناقص 2 إكس زائد 22 إكس تساوي كم؟ فعلا تساوي 20 إكس، و 20 إكس إذا نقصنا منها 14 إكس ستعطينا ماذا؟ نعم 6 إكس. وناقص 11 زائد 8 تساوي ماذا؟ فعلا تساوي ناقص 3. لاحظ هنا كاين عندنا واحد العامل مشترك اللي هو ماذا؟ نعم اللي هو 3. متفقين؟ نقدروا نكتبوا 6 هي 3 في 2 إكس. أي إذا شئت نعود نكتبها هي 3 في 2 إكس ناقص 3 أو ناقص 3 في 1. إذن كما ترى هو العامل المشترك. شتي؟
إذا يساوي 3 عامل لإثنان إكس ناقص 1. وهكذا حصلنا على النتيجة التي نريدها. هي بينا أن ب ناقص 2 أ فعلا يساوي 3 عامل لإثنان إكس ناقص 1. نمر نمشي الآن للسؤال الثالث لنستنتج أو استنتج تعميلا للعدد أ. إذن غادي نرجعو لهذه الكتابة هذه، من خلالها غادي نستنتجو واحد التعميل للكتابة أ. نشوفو الجواب. ثالثا لنستنتج تعميلا لأ عندنا ونطلق من النتيجة السابقة ب ناقص 2 لأ تساوي 3 عامل لإثنان إكس ناقص 1. يعني في رأيك ماذا سنعمل الآن؟ نعم، سنعوض ب بالجداء الذي وجدناه سابقا. ب قلنا منذ البداية أن ب هي القيمة 2 إكس زائد 11 عامل لإثنان إكس ناقص 1، هذه هي القيمة ب. ثم ناقص 2 أ تساوي 3 عامل لإثنان إكس ناقص 1. إذا نظرت مليا إلى هذه الكتابة تجد أن هناك بوادر للتعميل. لاحظ هذا الجداء ولاحظ هذا الجداء، كاين واحد العنصر في هذا الجداء ونفس العنصر في هذا الجداء. ما هو؟ نعم، هو 2 إكس ناقص 1. شوفها مزيان الكتابة، ها هي، متفقين؟ إذن غادي ندير واحد العملية بسيطة. غادي ناخدو هاد 3 عامل 2 إكس ناقص 1 اللي عندنا في الطرف الثاني، غادي نجيبوها للطرف الأول. وهاد ناقص 2 أ غادي نعملها لون آخر، هاد ناقص 2 أ اللي عندنا هنا غادي نديوها للطرف الثاني باش نهيئوا العملية التعميل، متفقين؟ وهذا ما سنكتبه. لاحظ غادي نكتبو 2 إكس زائد 11 عامل لإثنان إكس ناقص 1، ثم نأتي بثلاثة عامل لإثنان إكس ناقص 1 من الطرف الثاني إلى الطرف الأول. وكما تعلم عند انتقال حدين من طرف لآخر تتغير الإشارة التي تسبقه. إذا ناقص 2 أ مشات للطرف الثاني أصبحت 2 أ، وثلاثة عامل لإثنان إكس ناقص 1 مشات للطرف الأول أصبح ناقص 3 عامل لإثنان إكس ناقص 1. إذن دروكا حنا بغينا نوجدو عملية التعميل. نزيل الأسهم اللي وضعنا قبل قليل، ونوصل الكتابة، نحيد الجزء، باقي لنا هذا الجزء نحيده. نعم، إذن كما قلنا كاين العامل المشترك. الآن غادي نعملو ليه واحد اللون أخضر، ها هو في الكتابة. سنعمل ب. تصل الكتابة كيف؟ 2 إكس ناقص 1 عامل ل 2 إكس زائد 11، ثم ناقص ماذا؟ ناقص 3 تساوي، اعتذر هنا راه كاين التساوي، تساوي 2 أ. واضح؟ إذا أعيد، لاحظ هذه الكتابة كما قلت كاين العامل المشترك اللي هو 2 إكس ناقص 1 حنا عملنا به، بقات لنا هنا 2 إكس زائد 11 حنا كتبناها ناقص 3. نواصل، تعطينا 2 إكس ناقص 1 عامل ل 2 إكس 11 ناقص 3 تساوي القيمة 8، وهذا الجداء يساوي 2 أ. إذا كما ترى هنا، إذا لاحظت مليا 2 إكس زائد 8 كاين هنا واحد العامل مشترك، أشنا هو؟ نعم، هو العدد 2، متفقين؟
نقدر نكتبو 8 هي 4 في 2، متفقين؟ باتوا لي عندنا 3 2 اكس زائد 2 في 4، وبغينا نعملو ب 2، متفقين؟ حنا غادي نعملو بها، فنكتب 2 اكس ناقص 1 في 2 عامل لإكس زائد ماذا؟ نعم زائد 4. قلنا قبل قليل 8 تساوي 2 في 4، إذن عملنا ب 2 بتبقى لنا 4 هنا، واضحة الفكرة؟ مزيان، يساوي 2 أ، أنت غتعرف علاش، علاش بالضبط عملنا ب 2. كتلاحظ في هذه الكتابة في الطرف الأيسر كاين عندنا العامل 2، وفي الطرف الأيمن كاين عندنا العامل 2، يمكننا نقوم بماذا الآن؟ نعم بتشطيب عليهما معا، هكذا. نشطبوا على هاد الاثنين لهنا وهاد الاثنين لهنا، نشوف غادي يبقى لنا، نعم سيبقى لنا 2 اكس ناقص 1 عامل لإكس زائد 4 تساوي أ، واضح؟ إذا أخيرا أ هي القيمة 2 اكس ناقص 1 عامل لإكس زائد 4. وهكذا توصلنا إلى النتيجة التي نريد، أي تعميل الكتابة A. إذن كما ترى جاوبنا الآن على التمرين الأول والتمرين الثاني. انتهت هذه الحصة من إعداد الأستاذ عبدو، إعدادية الصفا مراكش. إلى اللقاء، سنلتقي إن شاء الله لتصحيح التمرين الثالث والرابع في الفيديو المقبل بحول الله.